محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المشتكملين شرفا وأستعين الله في ألفي مقاصد بلفت مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتبتغي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بني معطي وهو بسبق هائذ تفطيرا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهيبة وفرار وله في درجات الأخيرة والله يقضي بهيبة وفرار وله في درجات الأخيرة محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المشتكملين شرفا وأستعين الله في ألفي مقاصد بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وأستعين الله في ألفي مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل